السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بناتنا وخواتنا اللي قاعدين في البيت وينتظرون برنامجنا وطباخنا الشعبي التقليدي. أنا اليوم هذا رمضان اليوم 26 وراح، والله يعود علينا وياكم، والليلة إن شاء الله بإذن الله تكون ليلة القدر، وإن شاء الله يكون دعانا مستجاب. اليوم بسوي لكم اللي هي أكلة تقليدية ما الأول، اللي هي مقلي سمك وشيلاني، عيش أبيض شيلاني مع لمسات شوية حطينا عليها عشان إن إحنا ضفنا عليها أشياء بسيطة، اللي هو اخترت لكم أنا نوع السمك الزبيدي وحطيت الماء يسخن حق العيش. وابتدي وياكم المغادير. خذيت 4 سمكات زبيدي تقريبا كيلوين إلا شيء، وبقول لكم وحطينا فيها مغاديرنا المعتادة اللي نحطها الأول، البزار والملح والدارسين وفلفل الأسود والكركم والثوم الناعم، وعندنا فلفل الحب حق العيش، عندنا راس بصل، عندنا خلطة الثوم، عندنا شوي جنزبيل، وعندنا بنحط معاه أشار الليمون. هذه حق الخلطة، حق خلطة السمك. بالنسبة حق تتبيحة، هاي تتبيلته. بالنسبة للخلطة بنخلط طحين رغم واحد ولا اثنين مع طحين النخي. هالمرة احنا بنقطصه تقطس، وحين معاكم نبتدي. ابتدي احط الزيت وبقول لكم عن الحلو عشان الزيت يسخن، وبعد السلطة بنسوي لكم سلطة الطيبين مالت اهلنا الاول. بس بحط، وحين بقول لكم مقادير السلطة. السلطة جرجير وخس وبصل اخضر وطماطم وملفوف شوية فيه بنحط. هذه بالنسبة حق سلطتنا وبقدونس، هاي سلطة الطيبين مال اهلنا الاول، ما كان في بقدونس، كان في جرجير الجرجير بعد ما في بقل ورويد وبصل. الحين انا بس في طمه هذه يسخن ببتدي التتبيله. اول شيء باخذ تتبيله السمك، وارجو من بناتنا اللي يتابعونا، اول شيء بحط الملح عشان املح السمك قفشه وشويه. ثاني شيء هي الكركم عشان يعطيني صفار، وبحط شوي قفشة دارسين، وبحط ثوم ناعم، وبحط قفشة بزار مخلوط ولا قفشتين، وبحط هني السنوت، وبحط هني الينزبيل ناعم، وبحط فيه خلطة الثوم، وبنحط فيه خلطة الأشار، أشار الليمون، وبعد عليه عصير ليمون، وبزيد الكركم عشان أبي أصفر، ويبلى زيت، وبالنسبة حق حلوياتنا سوينا لكم اليوم جلي. الجلي أنا خليته مياهي عشان نسوي الجلي على ليمون، نسوي محلبية الليمون علشان عندنا اليوم سمك، لازم يكون السمك على ليمون، لازم يكون معاه يا عصير ليمون. حبيت أنا عاد ذيك المرة سوينا لكم، هالمرة غيرنا بنسوي لكم على محلبية الليمون. أخلطه كله يميع، وبعدين امردق بالسمك واخليه لين اسوي له الخلطه الثانيه. هذه الخلطه الاولى، احطها هني والبس القفاز عشان امردق السمك من داخل ومن برا. اللي ما يعرف يا بناتنا دله مصخ، احنا ما نعرف حق هالقفازات، لكن على أساس. وابتدي أنا مثل ما تشوفون، أول شيء من داخل كله وصواطرة. هني أنا أمردغه فيه من داخل،
ومن. أرجو من مشاهديننا أن يركزون معنا. الخلطة بزار وكركم ودهن وفلفل وشوي ثوم وأشار الليمون. أي أم محمد طلبت أنها تعيد نعيد لها الحاذي، لكن أرجو منهم أن يركزون على الخلطة وبيحطون لهم الحين. هذه كلها خلطتنا مثل ما شفتوها، وبس بخليه لين أسوي الخلطة الثانية. الحين أنا بس بشيل هذه وابتدي اخلط لي الطحين مع طحين النخي، وبحط فيه بعد شوي بهارات. بالنسبة حق الجلي انا خليته غليظ، يعني حطيت فيه ماي وايد عشان يعطيني طعم الليمون ويعطيني اللون الاخضر، وسكر ونشا. هذه بالنسبة حق مقادير محلبية الليمون. الحين انا بس بحط لي الطحين، تقريبا 3 فنايل، وبحط معاها طحين النخي، وابتدي اخلط مع خلطتنا هذه. أبيها لا بغليظة ولا هب يامدة، بين البينين، يعني أنا أقدر أتحكم فيها إذا كانت ناقصة ولا كانت زايدة. هذه ما تبيلها مقادير ماي، ولأني أنا مو بحط التلافي فرن ولا يعني أعتمد عليها، اللهم بس تبطن لي السمك. أبيها شوي وبزيدها شوي طحين النخي، وبعدين بحط عليها بعد بهارات أشيله، وبسوي بعد شوية إذا بقت ماي بزيدها، بس بحط عليها شوي البهارات اللي هي فلفل الأسود، بعد شوية كركم، بنحط بعد شوية بزار خلطتنا عشان تلصق، وشوي ثوم لأنها بتعطيها طبقة، وشوي ملح فما نبيها تكون ماسخة وما فيها طعم. الحين هذه خلطتنا، قال لها نشوف الحين الزيت إذا سخن. والله مطفي عنه، خليه يسخن وبقول لكم شنو هي مقادير خلطة المحلبية على أساس إنه يسخن يسخن الزيت. وهذه بايب العيش هني عندي، خليه يكون يحترق لنا لأن هذه العين صغيرة، هذه بتكون أحر. خلي العيش يستوي، أنا هني فطن ما يسخن الزيت بسوي خلطة حق العيش، حق ويه العيش. فطن ما يسخن هني بحط الطابي، وبخلي بعد فيه زيت قليل، وبشوح بصل عشان أحطه على ويه الجدر. خل هذي بعد يسخن ونشوف، خل دهنه يسخن، واملح العيش، احط فيه ملح واحط فيه دارسين. تقريبا قفشتين، وبنحط فيه بعد مطيبات نقدر نحطها فيه مثل الدارسين. انا احيي ام محمد، تشكرنا واحنا نشكرها انها قاعدة تشوف برنامجنا وتشوف طبخاتنا. واشكر كل بنات اللي قاعدين يطالعوني، وكل مشاهديننا اللي قراب على قلبنا. مثل ما قلت لكم احنا نحب تشوفونا، واحنا نحب نسمع اصواتكم.
الحين بحط بس البصل بخليه، هذه ما لا يخص، هذه بس على وجه الجدر، نخليه يصير حمر وبنحط فيه عقب شوية كركم وهيل ودي عشان يكون مطيب حق العيش، يعني على ما يقولون يدعم العيش. الحين بس أبي أنا يسخن ما سخن، أبي يسخن شوي عشان يعطيني نتيجة يكون ما يشرب دهن. مثل ما شفتوا حطينا شوية من العجين على أساس إن إحنا نختبره إذا هو استوى ولا لا. الحين أنا بس بقلب في البصل، أنا مثل ما قلت لكم هذه البصل على وجه الجدر، نحطه على وجه الجدر بس عشان يعطي العيش طعم. عشان تعطي لي حطينا العيش الابيض يكون عليه بصل وشيء اصفر، هي الكركم وشويه الهيل يعطي طعم حق العيش. بعضهم يحب العيش يرشه مع الدهن، دهن دهن دهنه القطريه، اكيد العيش ما ناكل كذي، يا يحطون معه دهنه قطريه يا يحطون عليه صالونه مرقه. الحين بس انا بمردق السمكه وارجو من اللي طالعنا ان شاء الله يشوف وان شاء الله تطبقونها. بس انا ابى اجرحها شويه عشان يدش فيها الزيت. شويه عشان الزيت يدخل داخل والخلطه، شيء بسيط تجريح. بدأ عيشنا إن شاء الله يستوي والبصل عندنا، وأنا اليوم مثل ما قلت لكم الجلي سويته مياهي عشان أحط عليه شوية نشا، وبنحط عليه طعم الليمون عشان السمك دايما مع مرافجة الليمون. مثل ما شفتوا أفصخ ذي ولا أحطها وأمردق السمك. الحين انا بمردق السمك بغطه في الخليط اللي سويته مثل ما تشوفونه، هذا هو خليط الطحين مع طحين الكباب، وابتدي انزلها. بسم الله الرحمن الرحيم. واسوي الثانيه، ما بغينا هالمرة نحط لها طحين، كل مرة نحط طحين، هالمرة غيرنا لكم سوينا مثل العين. ونحط الثانية، بنجيب الثالثة إذا لها مكان بنغلغصها مع رعبعها ونخلي على نار هادية. بس شوي تنضي ذيج وارد أغلغص هذي معهم، افصخ هذي. نشيل هني ننظف عشان نقدر نشتغل. ممكن اني ابدله واحط مكان العيش، بحركه شوي عشان تقدر الرابعة. شوي بارد الدهن، خليها شوية عشان تقدر تفتش. احني بحرك انا البصل مثل ما قلت لكم، هذه البصل يعني حق وجه الجدر. بدأ يحمر، بعد شوية بيلة، وبعدين بنحط عليه هذه الفرن بارد شكله. بس إن شاء الله هي تستوي سمكتنا معاه. الحين أنا مثل ما قلت لكم أبيها شوي تصير
يصير لون البصل شوي حمر مشقر لونه، عشان بعدين احط عليه الكركم وارد واشوف السمك. ونروح فاصل ونرجع لكم. بنروح لكم فاصل، جدني انا بحط سمكتي الرابعة وبنرجع نروح فاصل. رجعنا لكم، احنا معاكم الحين. هذا احنا نبي نقلب السمك، حركه شويه خليه شويه. انا حطيت هني الجلي اللي سويته عشان يسخن، رديت طفت. الحين بس يسخن هذي لنا ونشوف، نبتدي نحرك في البصل. وبنتبه نحط عليه شوي السمنة ولا الزبدة، شوي بس عشان نحطه على وجه الجدر. لأن الزبدة ريحتها حلوة على العيش، كأنها دهنة. بس ونحط شوي كركم عشان نبيها صفرة شوية. اللي حاب يتواصل معنا 5481، ننتظر اتصالكم. الحين بس بحط فيها شوية هيل، هيل ناعم. بكرة إن شاء الله آخر حلقة بنسوي لكم كلها حلويات، ويعود علينا وعليكم. وبنحط هذه الرمان اللي يسمونه زرش، بنحطه على وجه الجدر. وهذه خلطتنا خلاص خلصت، ونشيلها ونجيب هني الجلي اللي بنسويه. ننتظر بعد العيش، نحركها شوية خلها. نبي بس عيشنا يطبخ عشان نحط العيش. وهني أنا بسوي مثل ما قلت لكم، الجلي خذيته وكثرت فيه الماي عشان يعطيني اللون الاخضر. انا ما ابيه الجلي، ابيه يصير شراب، نوع الشراب بطعم الليمون مثل ما تشوفون. اليوم فرننا بارد شويه، ابي بس يحتر واحط عليه النشا، ونضيف له شوي عصير الليمون عشان يعطيني حموضه، شيء بسيط بس ما بي أكثر. وبحط السكر، نشيل بالفنيال ما لهلنا الأول، بنحطه عشان يجي حلو. وبناخذ بنعطي شوية نشا، بنخليه مو بخلينا وايد يعني يامد، لا وبنذوبه في نفس النشا، نفس عصير الجلي، ما راح نستخدم الماء.
يا ام سالم حياك الله. شلونك؟ كل عام وانت بخير حبيبتي. وانت طيبه وصحه وسلامه. تسلم يدك يا امي على الاكلات الحلوه ها. الله يسلمك حبيبتي، طول عمرك. الله يعافيك يا رب، يعطيك العافيه يا رب العالمين. الله يعافيك حبيبتي، الله يسلمك امي. الله يسلمك. بقيت اسالك عن المضروبه في بيتك. ايش بتسالين امي؟ المضروبه. اي المضروبه امي، قلت لك اقول لكم دائما فديتكم المضروبه كل مغادير المكبوس فيها، بس ان احنا نزيد شنو المروق، لازم يكون المروق اكثر من المكبوس. عاده احنا في المكبوس نقلل الماي، لا المضروبه تبي الماي زايد. تحمسين اذا عندك تبينها على لحم، تسوينها على لحم ولا على دياي، تحمسين لها عادي حمسات بصل. وبعدين يا امي تاخذين طماطك وادامك اللي انت تبينه. ايوه اي حبيبتي وخلاص. ليه وبعدين زين امك بديتي لو حبيت اسويه على الجريش يصير يعني؟ اي على الجريش. اي احسن شيء الجريش، بس نقعي. نقعي يعني قبلها بيوم؟ ايوه نقعي، خلي ينقع الجريش وبيطلع لك من احسن ما يكون. مشكوره فيك. عفوا يا رب. الله يسلمك، الله يعافيك. قلبتها الحين، هذه بعد خلها شوي، هذه تقريبا نضت. بنشوف الحين الثانيه، نحاول ان احنا نسوي لها مكان. هذه طبخ، خلني انا اسوي قبل عشان احطه في الجلاصات. هذه جلي، انا حطيت جلي وحطيت عليه ماي وايد عشان يصير عندي طعم الليمون، لان اليوم احنا أكلاتنا سمك، فالسمك لازم يكون يبي ليمون. حطينا فيها سكر ونذوبها، وببتدي أقصر عليها وإن شاء الله عيشنا طبخ. عيشنا بدأ يطبخ وننزل العيش. العيش أبيض عادي، بس بسوينا له مثل ما شفته والخلطة، ونزل العيش. تقريبا استخدمنا 4 أكواب وبنيوله، ونخليه يطبخ على راحته. الحين انا بس بقلب هذه في الطحين، وبحطها في خلني اول اسوي لها مكان. أشيلها بس نحط هذه بروحها. ننزلها ما حد معاها. وهذه كذي خلصنا. ونغطي العيش. ونرجع حق محلبياتنا نشوفها وين وصلت. خلها تسخن شوية، ممكن اني انا ازيدها نشا. بزيدها شوي نشا على اساس تغلب عندي. ادور القفشة. أخلطها عشان تصير غليظة.
هاي عندنا. خلصنا، بس بقيت تخثر شوية. خليها شوية تطبخ وابتدي انا اقلب السمكة. يا هلا يا ام عبد الله، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبتي؟ الله يسلمك حبيبتي. مشكور على هالبرنامج الزين. نعم. الله يسلمك حبيبتي. بس بغيت الزلابي تعلميني شلون. شلون امي؟ الزلابي حبيبتي. الزلابي حبيبتي الحين بيحطون لك المقادير. المقادير ولا ايوه. اي امي الحين. الزلابية مي تحطين بيحطون لك المقادير، تخلطينهم كلهم وتخلين العينة لينة بس، وتخمرينها وتحطين معاها صبغ الزعفران، وعقب تحطين لك هذه إقمع، أي قرشة عندك مالت كاتشب مالت أي شيء مي. نعم. هذه بس. إيه تحطين طعم ولا شيء فيه؟ لا لا ما تبي، هي بتحطين أنت عقب عليها شيرتك، بتحطين عليها زعفران في الشيرة مع ماي الورد. إيه بس. مشكورة حبيبتي. حبيبتي عفوا أمي، مشكورة على اتصالك. بعدنا بيها شوية، يمكن مع الليمون ما يجي النشا، خلنا بعد نزيدها. نزيدها نشا اليوم ونشوف العيش وين وصل، بدأ يطبخ. بنزيدها بعد شوية، يمكن حاطين فيها شوي حموضة فرطت فرط النشا. بدت تغلظ الحمد لله وصارت محلبية الليمون. نشيل هذه بس، ننتظر هذه خلصت، بنصبها في القلاصات وبعدين بنزينها بالليمون. ونروح فاصل ونرجع لكم، تابعونا. جد خلصنا. رجعنا لكم وشخلنا العيش، والحين بس براجعه في الصفرية مرة ثانية عشان أجيبه وأحط عليه الخلطة. وبنقصر عليه عشان يتسكر. ما ادري ايش هوسنا عليه. العيش شخلنا وبنبتدي نحط عليه الخلطة. خلطتنا اللي قلنا لكم عنها، البصل والكركم والهيل. على وجه الجدر
ونسكره. وهذه سمكنا بس الحين بنغسل يدنا حق السلطة. ونسوي لكم السلطة. وبنشيل منه شوي من البهارات، نوخرهم عنا ما نحتاجهم. نحطهم هنا. تضيق علينا شوية، خلنا نتوخرها. وناخذ. بنقص الصحين، نلبس القفاص. ومثل ما قلنا لكم اليوم سلطتنا سلطة الطيبين، سلطة أهلنا الأول. نقصص ونحط، ونقول لكم الأول يسمونها السلطة، حتى ما يعني ما كان في سلطة. مثل ما أقول دايما إنه كان أكلنا بس رويد وبقل وبصل، ياخذونه من العشه على قولتهم، العشه يعني الستور يسمونها العشه، يحطون فيها البصل ويحطون فيها المخازن يسمونه، الناس تسميه العشه. الحين انا باخذ هذه بجيب حذاي، واول شيء بمردق البصل الصماق، ما كان عندنا صماق، هذه الحين بس سحبوه الناس. بنحط عليه شوي عصير ليمون، وبنحط عليه شوي ملح وصماق وعصير ليمون شوية، وبنمردقه عشان نحطه بعدين على وجه السلطة. نخليه هنا حدانا ونغير ذي بعد هنا واحد ثاني. وهذه السلطة سلطة الطيبين كلها على بعضها، كلنا نعرفها، أكيد بناتنا يعرفونها، أهالينا يعرفونها. معنا عايشة، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أنا عايشة أم محمد. أمي أسألك عن هذه طحين مال الزلابية. الطحين مال الزلابية رقم واحد ورقم اثنين، يحطونه لكم إن شاء الله على ال فتحت المغادير. حطهم وانا حط عليه. الطحين رقم واحد امي، وطحين وتاخذين النشا، كل قلاص طحين تحطين له قفشة نشا. رقم طحين؟ لا لا مو برقم، رقم واحد امي، وتحطين كل قلاص طحين تحطين له قفشة نشا، وتحطين خميرة فيها، لأن أنا ما أعرف المقدار اللي أنت تبينه، يعني إذا بتسوين قلاصين. أنت حسين يعني بسرعة أنا كتبة. الله يسلمك. ما علي يا يمه، ما سامحيني. ما عليه حبيبتي، لا عفا عليك، عفا عليك يا يمه، لا فديتك. تبي ان انت تبي المقادير؟ امي المقادير كل قفشة كل قلاص رقم واحد تحطين له قفشة نشا، وبتحطين اذا قلاص كبير بتحطين الله يسلمك عليه، اذا قلاصين بتحطين قفشة خميرة ونص. خميرة. إيه، وبتحطينهم ذاك بتخلين صبغة الزعفران بس، وتخلينه يخمر، وتخلينه شوي. ما يخلي زيادة عليه لين تشوفينها أنت. إيه، بعدين خليه خمر، كل ما خمر هو زيادة عطاك نتيجة أكثر. يعني عينه بماي بس. بس بماي عيني وصبغة الزعفران بس اللون. إن شاء الله. إيه. جزاك الله خير. الله يسلمك حبيبتي. الحين انا بس بحطها الحين احنا نقطع الخس. قطعنا البصل وقام يتدربح كنا تواير. هذه الخس، الخس يالنا عقب مثل ما قلت لكم احنا صغار ما نعرف الا البقل والرويد، كان هذه والبصل نجيبه من العشة ونطقه بيدنا، ما في ما نعرف لا سكين ولا ما سكين.
الحين بعد الخس، وبنحط بعد فيها الجرجير. الجرجير احنا ما نبي نقصه وايد، يعني ما نبي النعمه، بس بنعطي ثلاث. هذه بنشيلها، صارت ثلاث. وبنبتدي نحط معاهم الطماط. خلني اطول على العيش علشان يتسكر. والطماط يعني على حسب احنا نبي نقصصها صغار، لكن تعرفون ان الوقت شوي، يعني اللي قاعد شوي مرتاح غير اللي مثل ما يقولون اللي ورا السكين ما يسمن، يعني اللي في البيت ممكن انه يقصصونها اصغر بتكون احلى. كل ما كانت صغيره كل ما كانت احسن. والسكين عندنا شوي سكين دعيده على ما قالوا، ما تلتهش ولا تنش. بس اشيل هذه واحط عليها سلطة عادية جدا. بنحط بعد معاها واحدة عشان تعطينا الحمار. نقصصها، واذا قلت لكم انا اذا انتم في البيت بتكون مرتاحين تقصصونها اصغر، هي المفروض تكون اصغر من كذي، بس احنا تعرفون. خلصنا، بنحط الحين عليها الملفوف. الملفوف بنقصه منها شوية، ما نبي وايد، بس هذي حدنا في الملفوف. وبنحط عليها البقدونس. واللي ما يحب يعني بصل يفضل الملفوف يسد مكانه، اللي يعني ما يحب ياكل بصل. احنا ساعات في البيت يعني نفضل الملفوف، خاصة اذا بنروح المسجد ما نحط بصل، خلاص نكتفي بالملفوف. يعني هذه انا مو بالكل، انا يعني عن نفسي اقول يعني في البيت احنا نكتفي بالملفوف عن البصل، خاصة اللي بيروح المسجد الحين تراويح وقيام، يعني البصل شوي يطلع المصلين يعني يستاذون من الريحة. الحين بس بنحط عليها الملح، وبنحط عليها الليمون، وبنضيف عليها شوي الدقوس. الدقوس عادي كلنا له في بيته. وبخلطها، وكأد بايب لها البقدونس. نحطها عليها، خلصنا. بس وبننشب لكم الحين، وحين ببتدي شوي اخلطها لكم. مع الطماط عندنا هني طماط صغار، نقطها وياها. وهذا السلطة عادية جدا ما فيها أي. خلنا بس نروح وننشب العيش. طرطر علينا، خلني بس انظف هني شويه عشان مكاننا. وبننشب، انا اقول لكم دايما احب الملاس انشب فيه. وهذه بوخره على جنب عشان انه احطه فوق مثل ما قلت لكم.
هذا العيش الأبيض. اللي حاطين سوينا عليها البصل والكركم تشوف شلون عطاه لون الصفار. وهذه هو من فوقه عشان يعطيه يشهي واحد يعني يقدر ياكل بدل ما يكون العيش ابيض سودا يتبحلق. هذه الطريقه يقدر الواحد ياكل. الحين خلصنا عنا اوديها ونمشش هني عشان يقعد مكاننا نضيف، وبنحط السمكة نحط ثلاث وبنشيل. يا عايشة حياك الله. أم خالد سامحيني بسألك عن هذه الحلبية الخضراء. والله لا أسمعها، شو تقول؟ شو تقولين أما؟ سويتي الحلبية. المحلبية الخضراء؟ إي الحين تريتني ما أعرف شنو مقاديرها يما. مقاديرها يما حين انا قلتها ان مقاديرها جالي وحين بيحطونا لك جالي سويناه على شكل شربات وبعدين حطينا فيه نشا وسكر بس امي. جالي الاخضر اللي طعمه ليمون. جالي اخضر ايه حين بيحطونا يما؟ نعم حين بيحطونا على هذه نوري؟ بيحطونا الحين شنو امي؟ يعني كتبونا اقول على التلفزيون بيحطونا حبيبتي لك الحين هسه عمي ابشري ايه بيحطونا لك امي المقادير كلها وتشوفيها حبيبتي. الله يبشرك بالخير جزاك الله خير. الله يسلمك امي الله يعافيك. بنحط بس لها هني ونشوفكم ان شاء الله باكر، وهي باكر بتكون اخر حلقه بنسوي لكم الحلويات ونشوفكم ان شاء الله على خير. وهذه اطباقنا اليوم وفي العافيه.